بخصوص السؤال الأخير المتعلق بالقطاع بالقانون المتعلق بالأبوة، بالفعل هاد البداية كانت من الحكومة، فالحكومة الآن دخلت هذا الإصلاح، هذا تمت المصادقة على القانون على مستوى البرلمان، سوف يتم تفعيله، وإحنا في إطار الحوار داخل الفضاء الحوار الاجتماعي مع النقابات، يعني سوف نحاول أن نعزز هذا المطلب، اللي ماشي فقط هو مطلب مالي أو مادي، ولكن هو يعني يؤسس لثقافة جديدة هي الآن موجودة في المجتمع، هي أنه رعاية الأبناء راهي مسؤولية الأسرة ومسؤولية مشتركة، ماشي فقط مسؤولية الأم. الإجراءات الأخرى المرتبطة بالسينيسيس وبالتقاعد التكميلي، هذه موضوع ديال ورش آخر، اللي هو إصلاح صناديق التقاعد اللي غادي ينطلق حتى هو لامتلاك تصور واضح لمختلف هذه الصناديق. شكرا لكم.